وعن جديد فيروس كورونا عبر العالم، أعلنت الوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية واللقاحات والموافقة عليها عن تعرضها لهجمة سيبرالية لقرصنة وثائق مرتبطة بلقاح كوفيد-19 الخاص بشركة فايزر وبيونتك، مؤكدة أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة على اللقاح في اجتماع يعقد في 29 ديسمبر الجاري. وفيما أعطت كندا موافقتها لتلقيح مواطنيها بداية من الأسبوع الداخل، حذرت بريطانيا من الآثار الجانبية للقاح بالنسبة للأشخاص الذين عانوا في الماضي من حساسية مفرطة.